بالضبط كانت كان خروجي من سوريا من الشام ب 26/12/2012. رحت على بيروت قعدت 4 أيام وبعدين طلعت على اسطنبول، ومن اسطنبول اجيت على فرنسا. قعدت 8 شهور تقريبا. مرتي اخذت شغل بالاردن، عملت هنيك مع اطفال اللجوء بالزعتري، عملت شكسبير ان زعتري هنيك. عملت العرض الثاني اللي هو كان روميو وجولييت، كان بين حمص وعمان. العرض الثالث كان هو لاف بوت، سفينة الحب، اللي حكينا فيه عن حمى اللجوء. رجعت على فرنسا انا والعيلة ب 1/7/2017. الخيار هو اما انك تقول انا عندي سي في وتاريخ طويل عريض فانا ما بدي بلش من الصفر، لا، يا اما ببلش من محل ما واصل يا اما بدك تقعد. لا، الاهم دائما هي انك عن جد تقلب صفحة وتباشر من جديد، يعني ولو انه صعبة، ولو انه مرهقة، ولو انه هاي الصعوبات الاساسية، انك انت تقنع الاخر مين انت، مين شو عامل بسوريا، شو كان اسمك، شو مساوي. فهذا شوي صعب بصراحة. تعرفت على الناس الطيبين والحلوين بالماريشال عن طريق اصدقاء، فكان مولانا التاني كان كاتب لي لوحة ومعلقها في نص المرسم وبالقلم العريض: الله لا يحب الفقراء. لك الله لا يوفقك يا عمران، لك شلون صدت معك؟ قال الله لا يحب، لك شلون صدت معك؟ هلا عرض مولانا هو هي الحقيقه بلشت هي التجربه السنه الماضيه. هو النص الاساسي لفارس الذهبي، عملت له انا ادابتيشن، عملت له اعداد، لانه كاتبه هو بال2007. فاليوم نحن بدنا نحكي عن اليوم، سوريا اليوم، او بالاحرى سوريا ما بعد الثوره. وبالتالي السقف اللي كنا نحكي فيه بسوريا هو نحن دمرناه بالثورة وطلعنا لفوق كتير. نحن عم نحكي بعمق السلطة السياسية وتآمرة وتواطؤة وتعاملة مع السلطة الدينية السياسية والدينية. لذلك فيني اختصر هذا الكلام بجملة واحدة: اليوم أنا بالنسبة لي نوار بالبول، الدين الإسلامي، الدين المسيحي في سوريا هما دينان باطلان، لسبب بسيط. طول ما خطبة يوم الجمعة، وعظة يوم الأحد تطلع من فرع المخابرات، وبالتالي هذا الدين باطل. لحتى نتحرر من هذا الشيء ممكن نرجع بين قوسين لإسلام صحيح، لمسيحية صحيحة. A offert à la maréchale en échange de l'accueil qu'on lui faisait. Et donc on continue le partenariat. Ce qui est en vue très bientôt, c'est de pouvoir, dans un projet d'adaptation d'une pièce de Shakespeare, mener des ateliers avec des professionnels de théâtre, des amateurs. Et donc Nawar serait le metteur en scène un peu de tout ça. Je m'appelle Françoise Bartissol et on m'a demandé mon avis sur ce comédien que je n'avais jamais vu, que je ne connaissais pas, qui parlait une langue qui m'était totalement étrangère. Et je me suis assise, je l'ai regardé jouer et à la fin, je pleurais. C'est quelqu'un qui a une grande capacité, une énergie extraordinaire, qui est portée aussi par un grand talent, une finesse dans la vision de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'amour. الحقيقة كان عرض تورسكي بمارسي آخر العرض اللي شفته، هو كان البوابة الأولى خليني أقول، لأنه الناس يتعرفوا علينا، يشوفوا هذا الشغل، يشوفوا شو الطاقات اللي نحن ممكن نقدمها. الحمد لله كانت ردود الفعل أكثر من ممتازة. يعني يوم هذا العرض، بعد العرض انفتح
فتح باب بواب كتيرة، سيما وإنه عنا هلأ كمان مهرجان أفنيون، هو أحد أهم المهرجانات المسرحية بالعالم. هأعرض هذا العرض 18 عرض، وهلأ عم حضر العرض الثاني عندهم اللي هو عمر أبو ميشيل، وهلأ أخذ وقتي كله وأكل وقتي كله بصراحة. حسيتها يعني إنه وصف البرفكتور إنه يساعدنا يتعاون معنا، يعني هيك بتعاطف مع ملفنا ولا بس هيك بيجيب لنا ما يبقى. وبرجع بقول التعبير عن الثورة السورية، تعبير عن وجع الناس الموجودين بسوريا، وجع الناس الموجودين بالمعتقلات، وجع الناس اللي موجودين ببلاد اللجوء، تحديدا تركيا، أردن، لبنان.